يشرفني أصحاب السعادة والعطوفة والمعالي أن أكون هنا بالنيابة عن أنطونيو غوتيريس، وهو يأسف لأن يكون موجود هنا مشاركا في هذا الاجتماع، وطلب مني أن أنقل إليكم تحياتي. وأود أن أقدم شكرا وتقديرا لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لاستضافة مؤتمر بغداد للتعاون المشترك في نسخته الثانية. هذه المبادرة والحضور اليوم تعبر عن العلاقة بين العراق ودول الجوار. لا نستطيع أن ننكر ذلك، فإن الاجتماع هذا اليوم يعتبر رسالة لا أهمية كبرى. نعم، وهو نأمل بأن هذا العرض من الكثير من الخطوات الملموسة، الخطوات التي ستعزز التعاون والتنسيق والتعاضد وإيجاد إطار لوسيلة لإطار كوسيلة لتحقيق السلام والأمن والازدهار. وحتى يحصل حتى يتحقق ذلك، في المحادثات الصريحة ستكون خطوة مهمة في أنحاء العالم. التعاون الإقليمي يعتبر جزءا لا يمكن التخلي عنه، وأن تكون الكثير من المتطلبات التي تنطبق على التحديات. فالتعاون الإقليمي يعتبر أن ميسرا أساسيا لهذه المرحلة. وأكثر من ذلك، وكما قال الكثير منكم اليوم، الكثير من التحديات لا تعترف الحدود، مثل على سبيل المثال الكوارث الطبيعية، وأيضا الأوبئة والفساد والمناخ وأمن انعدام الأمن في الطاقة والمياه والأغذية. ومواجهة هذه التحديات يحتاج إلى تنسيق وتعاضد وتنسيق. نحن نحتاج بعضنا بعضا لنكون بأفضل أحوالنا. بصفتي كممثل خاص للعراق، فإنني أدعم دولة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في أولوياته لوضع العراق كمسرح للحوار والاستثمار. وفي الموجز الذي أقدمه إلى الأمن العام، فإن مركزية العراق للاستقرار الإقليمي لا يمكن أن تقل أهميتها عن التركيز. وبالنسبة للعراق، تعتبر نحن يتحتم علينا للمساعدة في تعزيز بيئة تمكينية ودعم مستمر، وأيضا بيد ممدودة إلى العراق لمساعدته. وضمن هذا السياق، اسمحوا لي أن أشدد على أهمية احترام مبادئ السيادة والسلامة الأراضي وحسن الجوار، وكذلك الأدوات الدبلوماسية. فهذه مسؤولية كل الجميع، حتى في أوقات التوترات العالية أو في مواجهة البواعث القلق الأمنية الوطنية. أصحاب السعادة والعطوفة والمعالي، الأمم المتحدة تأمل من هذا المؤتمر وبناء هذا التعاون قائما، وأن نتطلع قدما إلى الخطوات المستقبلة، وبالتالي نقف دائما لتقديم المساعدة والدعم لكم جميعا.